قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى القوة الخاصة الملكية. يرافقه سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي، حيث كان في استقبال سموه قائد الوحدة وعدد من كبار الضباط. وقد استمع سمو قائد الحرس الملكي إلى إيجاز حول خطط التطوير والتحديث التي تشهدها القوة الخاصة الملكية. ونقل سموه لرجال القوة الخاصة الملكية تحيات عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، كما شاكرهم سموه على ما أبدوه من مهنية واحترافية عسكرية عالية وعزيمة وتحدي من خلال مشاركتهم في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي كل الواجبات الموكلة إليهم. كما نوه سموه عن الشكر والتقدير الذي يحظى به رجال قوة دفاع البحرين من لدن قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مبينا سموه أن ذلك الشكر والتقدير مصدره البذل والمخلص والعطاء الصادق من قبل هؤلاء الرجال وجهودهم القتالية العالية في مواقع عملهم المختلفة بالجمهورية اليمنية، وانطلاقا مما يقومون به من واجبات وطنية بكل شجاعة وأقدام لنصرة الحق والدفاع عن أمن واستقرار أمتنا العربية وحفظ مقدراتها. وأشاد سمو قائد الحرس الملكي بالإنجازات المشرفة التي يحققها دائما رجال القوة الخاصة الملكية، والتي تأتي بفضل البذل والعطاء المتواصل والعمل الدؤوب المستمر في مختلف الظروف والأوقات. وأضاف سموه أن رجال هذه الوحدة على استعداد دائم لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الكبيرة ونصرة الأشقاء بجانب أخوانهم من مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة من قبل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين.